عواصف ثلجية قوية ضربت مرة أخرى مدينة نيويورك والساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما أدى إلى إرباك حركة النقل في شوارع المدينة وحركة النقل الجوي في عدد من المطارات، وأعلنت حالة الإنذار بسبب رداءات الطقس. شهد شهر يناير تساقط أكبر كميات للثلوج في تاريخ مدينة نيويورك، وهو رقم قياسي منذ عام 1925. مطارا كينيدي ونيويورك هما أكبر المطارات في مدينة نيويورك، وقد أغلق ما أدى إلى تأجيل أغلب الرحلات في المنطقة. كنت أنوي العودة الليلة الماضية، ولسوء الحظ تأجلت الرحلة وأعدت برمجة السفر باكرا هذا الصباح، وهو ما لم يحدث لأن جميع الرحلات هنا تم تأجيلها، ويبدو أنني سأعود إلى بيتي يوم الجمعة. ورغم ما تسببه الثلوج من تعطيل لنشاط الأهالي اليومي، فإن ذلك لم يحبط من عزائمهم لمواصلة حياة طبيعية. تساقطت الثلوج بكثرة هذا العام، أعيقت تحركاتنا، لكن لن يوقفنا شيء، نحن أهالي نيويورك. وبسبب رداءة الطقس سمحت السلطات للموظفين بالالتحاق بمواقع عملهم ساعتين بعد التوقيت الرسمي.